نفس عميق مع ليث الجزائري. حياكم الله، حلقة جديدة من برنامج نفس عميق. أهلا ومرحبا بكم. المفروض بالعراق نغير أسماء فصول السنة، نسميها فصل الكهرباء وفصل الفيضانات وفصل التلوث والفصل الرابع. أنتوا تشوفوا الاسم، لأنه بالصيف مشكلتنا الأولى هي الكهرباء، وبالشتاء مشكلتنا بغرق الشوارع، وهكذا. وحتى تبريرات المسؤولين حفظناها على الغيب، لكن السيد المسؤول ومن باب كسر الملل بدأ يطلع وتصريحات في تبريرات جديدة. مثلا في حلقة يوم أمس من نفس عميق، من سأل المتحدث باسم أمانة بغداد عن أسباب غرق شوارع العاصمة، كان جوابه دبي هم غرقت، مثل اللي يرسب بالمدرسة ويقول الأهل قرايبنا هم رسب، بالتالي هذا مو تبرير. ثانيا شوارعنا ما غرقت بمياه الأمطار فقط، وهذا اللي أكدنا عليه يوم أمس، وقدرنا نجبر الأمانة على الاعتراف بالموضوع. وخلي أذكركم بهذا الحديث طول الفيديو شباب. احنا اقول انه هاي يعني مثل هي مو شغله دائميه، هي مو يوميه احنا عندنا هذا الموضوع دي يصير. والدليل انه دبي غرقت، هسه دبي غرقت المواطن بس اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي حكومه دبي حكومه دبي بتطوع المواطن حكومه دبي بتطوع المواطن ما يعطي اجور كهرباء او مي بيعطي هاي الشيء. غرقت مياه امطار مياه بعد احنا غرقنا شنو؟ مو مجاري. لا مياه امطار. لا لا مجاري. نعم مياه امطار بغداد مجاري. الآن أنتم تعترفون كأمانة بغداد أنه هذه المياه الموجودة بالمناطق اللي سحبناها خلال 24 ساعة هي مياه مجاري مو مياه أمطار؟ لا نعم مياه مجاري، لكن هي شلون مياه مجاري؟ إحنا هسه تروح ماكو مجاري بالشارع. إذا أنا شبكة مربوطة شبكة الأمطار مع شبكة المجاري، هذا المي اللي يطلع لي شنو؟ أنا دا أقول خطوط طوارئ، هاي الخطوط الطوارئ مغلقة ما لا تعمل، تعمل أثناء هطول الأمطار فقط. هذا اعتراف واضح وصريح بأنه بغداد غرقت بمياه الأمطار ومياه المجاري باعتبار الخطوط صارت مشتركة. يعني نقدر نقول اللي تشوفوه بالشوارع مياه مجاري مخففة. وحتى نثبت هذا الكلام خلوني أعرض عليكم فيديو خلال أمطار الليلة الماضية من شارع حيفا. طول الفيديو شباب. هاي ردان منهولة تعيننا، تفضل جابت المنهولة من هنا الطافة. هاي بشارع حيفا حاليا. بالمناسبة المطرة الثانية الليلة الماضية كانت أقل من يوم الجمعة، ومع ذلك فاضت الشوارع وبعض المناطق اللي إلى الآن شوارعها وأفرحها غرقانة مثل حي الغدير. خلي نشوف هذا الفيديو. وتوصلكم مناشدة الأهالي، هذا الشارع غرقان والأطفال حصل عليها توصل الأسواق وتشتري أو تطلع برا. شوف وين بلدية الغدير، ناشدهم للبارحة اليوم ماكو بلدية الغدير. شوف الشوارع، شوف الأطفال، العالم غرقانة. وباعتبار خطوط الأمطار وخطوط المجاري مشتركة، مشاكلنا وأزماتنا هم صارت مشتركة، بحيث أزمة تفرغ أزمة، ومن يصير مطر وتغرق الشوارع الكهرباء لازم نشارك بالموضوع. لذلك محولات تنفجر، أسلاك تتقطع، وأعمدة توقع بنص الشوارع، وهذا اللي صار الليلة الماضية. والصورة أمامكم لسقوط عمود كهرباء على سيارة مركونة في الشارع المؤدي من تقاطع باب المعظم باتجاه الشيخ عمر. سيارة ضررت، شارع انقطع بشكل نهائي. مو بس هذه، راح أعرض لكم فيديو لسقوط أعمدة الإنارة في شارع السوق الشعبي في حي الجهاد. طول الفيديو شباب. صريت وانا وانت بغداد شنو تي اللي اقع بالشارع ما وقعت فوق السونات علي بالقمار خطر عام عم بالسونات. رغم كل هذه المعاناة اللي يعيشها المواطن العراقي المقروض، يطلع لك واحد ويحاول يسوي الدنيا قمرة وربيع. وهنا أدعو السادة المشاهدين إلى أن يدخلون على الجوجل أو مواقع التواصل الاجتماعي ويكتبون بالبحث بالصور شوارع العاصمة بغداد بعد موجة أمطار عاصفة ومتواصلة. راح تطلع لكم مجموعة منشورات وأخبار من وكالات معينة تحمل نفس العنوان بالضبط، وطبعا الصور صور لشوارع نظيفة وما بها والأمور طيبة، ودولة جماعة الكوبي بيست ينشرون الصور والمنشورات من يجيهم أوردر من الجهة الفلانية. وهنا ملاحظتنا للسيد المسؤول اللي وجه بهذا الشيء، المواطن اللي خلص الليل لازم الماس يحاول يطلع المي من بيته، والمواطن اللي يمشي بالشارع الغرقان وواصل المي لركبته، والمواطن اللي عطلت سيارته بنص المي
من يشوف الصور اللي ناشرها حضرتك ما راح يعتقد انه بغداد باريس، لانه مستحيل راح تعيشون بواقع افتراضي مو حقيقي. هذه الصور ممكن توجهوها للخارج، لكن لا توجهوها لنا. قبل ما اختم، مثل ما قلنا ازماتنا بدات تختلط وتطلع سوا. اليوم وصلتنا صور لبقع زيت كبيره في نهر دجله تم التقاطها في محافظه صلاح الدين. بعدها مكتب المحافظ اصدر توضيح بان هذه البقع ناتجه عن تسرب المخلفات النفطيه من شركه نفط الشمال. يعني هسه نقدر نقول كمله السبحه، الهواء ملوث، الماء ملوث، والشوارع ملوثه بمياه المجاري، والامر متروك للسماء.